هو في ماتش النهارده بصفه خاصه بتيجي اهميته من كونه واحد من المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي في الدوري الممتاز في رحله الحفاظ على اللقب، ولا لمجرد ان ده الماتش المحلي الاخير قبل لقاء كايزر تشيفز وهيبقى له اكيد انعكاسات على الحاله النفسيه عند اللعيبه؟ شوف، هو لما الاهلي لعب مع بيراميدز وتعادل فادوا في ماتش سموحه، ان اللعيبه حست ان الماتش ما كانش المفروض يتعادل مع بيراميدز، مش ده المستوى المتوقع. فنزلوا الماتش بتاع سموحه اللعيبه بقت تغل. ده الميزه اللي في النادي الاهلي، انه كل ماتش بيلعبه، فهو دلوقتي سابوا كايزر ده خالص دلوقتي وبيلعب على مصر المقصه. ليه؟ عنده الماتشات المؤجله دي عايز يحرز النقط بتاعتها والنقط بتاعتها عشان بيدخل على بطوله الدوري. فهو بص، بيلعب بطوله الدوري، هيلعب بطوله افريقيا، هيلعب بعد كاس مصر، هيكمل الدوري. فهو بيفكر مستر موسيماني طبعا ان الفرقه بتاعته عنده مجموعه لعيبه، في اصابات بتحصل، في حاجات، في لعيبه بتلعب مكان لعيب، فهو بيفكر في كل الكلام ده وبيجهز لعيبته نفسيا وبدنيا وكل حاجه. بس هو المشكله ان كل 48 ساعه فعلا، ده لو مضاد حيوي احنا ايامنا كنا بنلعب كل يوم جمعه، انت متخيل تلعب طبعًا الجمعه؟ طيب في مساحه اريحيه، تريح السبت وبعدين بقى تتمرن طول الاسبوع وبعد تحضر للماتش. دلوقتي بيلعبوا كل 48 ساعه، وبعدين بيلعب يعني بطولات كتير، بتلعب افريقيا وبتلعب في دوري وبتلعب في بطوله عربيه وبتلعب، بتلاقي نفسك داخل اللعيبه عايز نفسيا عشان تجهزه برده بعد مكسب، بعد ماتش بذل مجهود جامد جدا. وده بيظهر دور موسيماني او المدير الفني هنا بقى ومدى احترافيته. بصراحه ده كان على ارض الواقع ظاهر جدا. هو بصراحه بصي، يعني الجهاز الفني كله وسيد عبد الحفيظ وطبعا كابتن محمود الخطيب متواجد، دي ميزه تواجده اللي بيفرق بشكل كبير بجد جدا يعني طبعا. امانه يعني ان الرئيس النادي بيبقى متواجد، مجلس الاداره بيبقى متواجدين، بيسافر معاهم، هيسافر معاهم الماتش النهائي. ده بتدي دافع برضو اللعيبه، بيوريك ان المسؤوليه، عارف يا استاذ كريم، مسؤوليه، ان بيحسسك رئيس النادي موجود طبعا باسم زي كابتن الخطيب طبعا، بيحسسك ان احنا مش رايحين نهرج، احنا رايحين هنسعد جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر، انك انت هتلعب في بطوله قويه، هتلعب في ماتش دوري، الناس كلها قاعده بتتفرج. احنا عندنا خلي بالك مع الظروف اللي احنا فيها في البلد والحاجات دي، يعني المستنشق بتاع الناس ماتشات الكوره. طبعا احنا قلناها قبل كده انا وكريم بصراحه كتير، 2020 كانت سنه صعبه على الكل وفيها كابه. اللي كان بيسعدنا كان الاهلي، ده كان المصدر الوحيد. الكورونا مأثره كانت على الناس ولغايه دلوقتي. فهو يعني الناس بتستنشق الهواء بتاع تلعب، بتقعد تستمتع بالماتشات طبعا. فانت بتشجع الاهلي، ده بيشجع الزمالك، ده بيشجع الاسماعيلي، كل واحد ليه انتمائه. فتخيل انا مثلا امبارح ماتش بتاع الارجنتين والبرازيل الساعه 2 بالليل، وبعدين عايز اصحى بدري عشان اجي لكم، فاضطريت انام يعني على متاخر شويه، وبعدين قمت رحت اتفرجت وصلينا الفجر وكملت، وبعدين دخلت ريحت شويه وبعدين جيت. فمتعه انك انت بتتفرج على الماتشات دي طبعا. غير الماتشات عندك النهارده الاهلي، عندك بقى من الساعه 7 كمل لا وعندك بالليل بقى كمان الساعه 9 القرار اللي عملوه. انا قلت ايه، الاهلي هيلعب الساعه 5، حرام الجو ده الساعه 5. الحمد لله كويس انه اجلوه لغايه الساعه 7. يعني يمكن كمان لو ما فيش نهائي اليورو النهارده كان احتمال كان عملوه كان 9، يبقى احسن برضه. احنا بنبقى قاعدين لا بس حلو 7 عشان نلحق نتابع الماتشين، عشان نتفرج على الماتش الثاني. الصراحه والماتش الثاني قوي جدا طبعا. يعني طبعا الواحد بيستمتع بالماتشات دي، وبرضه لازم بتشجع فرقتك وتشجع النادي الاهلي، والناس بتستمتع وتشوف اداء اللعيبه طبعا. بس الناس بتبقى ايه، يعني احنا عشان لعيبه وحاسين، ببقى حاسس باللعيب، انت بتبقى قاعد في التكييف او قاعد بتشرب شاي او قاعد كده واخد بالك مرتاح، وده بيجري في عز الجو ده وبيبذل مجهود. هو صحيح دي شغل، يعني هو لعيب كوره ومتعود على كده. احنا ايامنا كنا بنلعب الساعه 2:30، تفتكر يا استاذ كريم؟ احنا ما كانش فيه بالليل ولا فيه بقى كل، بس كان الجو مختلف برضه، في كان اختلاف شويه يعني. والله تغير المناخ يا كابتن، كانت الدنيا مقدور عليها. كم العربيات والعوادم والحاجات دي خلت المناخ عندنا برضه يتغير. يعني انا بقول لهم الايه، الكره الارضيه لفت بينا، رحنا تبع الدول العربيه، بقينا بقينا اقرب للخليج. يعني الرطوبه عاليه جدا، الشمس جامده جدا. والساعه كام ده؟ الساعه 7 الصبح تلاقي الشمس تطلع، حاسس بالحراره. فلعيب الكره كده صحيح.